الأهلي بيخصص فريق قانوني لمتابعة قضية صالح جمعة. الحقيقة يعني أحمد نادي الأهلي خصص فريق قانوني علشان يتابع قضية اللاعب صالح جمعة. طب هي واللي قصة هي صالح طبعاً جمعة بس عشان برضو دي من القصص اللي حصل عليها كلام كتير جدا والناس اللي يعني مركزة قوي مع السوشيال ميديا 90% مما يقال أو مما يكتب على كواليس قصة صالح جمعة لا أساس له من الصحة. والحقيقة يمكن الأهلي بصفة أنه لاعب على قوة الفريق ومتعاقد مع نادي الأهلي زي ما أنت قلت يكلف فريق قانوني عشان يتعامل مع المشكلة. المشكلة ببساطة شديدة جدا أنه حصلت حادثة في منطقة الزمالك ونتيجة الحادثة دي تم اتخاذ يعني الإجراءات القانونية مترتب عليها أنه يخرج صالح بكفالة 5000 جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وبعد الكشف تبين أنه هو مطلوب أجلوا بالظبط كده. لكن فيما يتعلق بقى بكل التفاصيل المرتبطه بالاحداث دي ارجو من حضراتكم انكم تستنوا انتهاء التحقيقات، والاهلي الحقيقه هيعلن او هيصدر بالتاكيد بيان كامل عن موقفه من الواقعه.